برضو انا قلت لحضرتك ان تخاريط التجديد اتغيرت دلوقتي. امير مصطفى منصور بيجدد للناس اللي هي يعني بيتفق بالنهائي مع الناس اللي هي خلاص مضمون ان هي موجوده في الزمالك زي عبد الشاف، وهيتم التجديد ليه سنتين يا استاذ عبد الناصر. وده قبل ما اي حد يقوله برضو عبد الشاف مش سنه ولا حاجه، لا عبد الشاف سنتين بالاضافه للعقد الموجود حاليا. تمام. مصطفى فتحي نفس الكلام، هيجدد 3 سنين. كمان رزاق سيسيه، اللعيبه اللي هي استاذ عبد الناصر ما عليهاش قلق، لكن الاثنين استاذ عبد الناصر اللعيبه اللي ممكن يكون في قلق او في كلام في التجديد بتاعهم، خلاص اشرف بن شرقي انا زي ما قلت لحضرتك 95% مضى ومش هيجدد. طارق حامد هو الكلام هنا على المبلغ، طارق حامد عايز، وهرجع اقول تاني استاذ عبد الناصر، طارق حامد عايز 17 مليون جنيه. تمام، عشان الناس بتقول لي انت بتقول لي ارقام، بس انا بقول لك الرقم، طارق حامد عايز 17 مليون جنيه، ونادي الزمالك يحاول يخلي القيمه زي ما هي اللي هم 15 مليون. اهو كمان يا جماعه اللي جبنا لكم من على الموقع الرسمي للخارجيه المغربيه الاغلاق من والى، اهو الاغلاق من والى، اهو اهو ده باللغه الانجليزيه كمان، اهو الاغلاق من والى لمده اسبوعين. طبعا بعد الاسبوع، بعد الاسبوعين ده ما هو القرار، القرار واضح يعني من مده اسبوع لمده اسبوعين مش لاجل. تمام يا ريس، بس في مد، في مد يا ريس ان الفيروس منتشر متفشي في المغرب. ماشي، احنا بنتكلم على القرار لمده اسبوعين، وارد يقفل او يفتح. فانت فاحنا كده خلينا في السليم، بدل جبنا بدل جبنا القرار الرسمي حتى الان في غلق. بعد الاسبوعين لو فتحت ونجم هيجي، لو ما فتحتش ونجم قاعد، عشان نبقى صح. تمام ماشي ماشي ماشي. أيوة. بس انا بقول لحضرتك ونجم مش هيرجع دلوقتي خالص يا سيدي. ماشي، انا راجل تمام، بحب تمام. الورق والمستندات، انت صح، ولكن خلينا نصحح معلومة. يا جماعة الخير، التعليق من 28/11 ولغاية 15 يوم، بعديها لا هيمدوا لا هيفتحوا، لو فتحوا ونجم هيجي، لو ما فتحوش ونجم قاعد. تمام، مع ان انا برضو في كلامي في الاول استاذ عبد الناصر ما حددتش المده، ما قلتش هيرجع امتى، انا قلت لا لا وماله يا بيبص. تمام. احنا بنتفاعل مع الناس بما يرضي الله. تمام تمام، لمدة اسبوعين، بعد الاسبوعين ان شاء الله ونجم يجي الزمالك. مش عايزين الناس تفهم ان احنا كأننا يعني فرحانين، لا احنا عايزين ونجم يجي بكرة، فان شاء الله باذن الله بعد اسبوعين يفتح ونجم يجي. ما فتحتش ادينا قلنا كل التفاصيل كده. انت وقفنا عند ان بقيت في اولويه ان انا اجدد، نروح للي بعده، اولويه ان انا اجدد للي عندي وارحل بن شرقي شويه، وارحل بن شرقي وطارق حامد، ان هما الاثنين بس اللي في كلام في عقدهم. طارق حامد عايز المبلغ دوت والزمالك بيحاول يتفاوض معاه، وانا هقول لك برضه طارق حامد هيجدد وهيكون في يعني نقطه وصل يوصلوا فيهم هما الاثنين، يعني نقطه تفاهم ونقطه تلاقي بين الطرفين. لكن بن شرقي خلاص كده الموضوع منتهي، وطالما مرتضى منصور ما اكدش في كلامه في المؤتمر انه هيجدد لاشرف بن شرقي، يبقى الموضوع منتهي لصعب بن مصر. طالما المح ان هو هيتم تكريمه لو ما جددش، يبقى كده اشرف بن شرقي خارج نادي الزمالك، وده كلام نهائي وبنسبه 99% لربما تحصل في الامور امور، عشان برضه ما نقولش ايه احنا عندنا الحقيقه الكامله يعني.